عملية التحول. طاب يومكم أيها الأصدقاء الرائعون. إنه كل شيء. المظهر هو ما يستند إليه الناس لكي يقرروا. واقع. مهلا، ألم تسمعوا يا جماعة أن المظهر لا يهم؟ ماذا؟ إذا كان المظهر لا يهم، كيف تختار بنطالك؟ أتعرف إليه أولا لأرى جماله الداخلي. انظروا الآن. مرحبا، ما هي قصيدتك المفضلة؟ طوال حياتي ظننتني أعيش في مجتمع سطحي يقدر الجمال فوق كل شيء. سأخبرك شيئا، أنت مخطئ. أي نوع من التغيير؟ لنقل إنه حين ترونني مجددا سأبدو مختلفا، لذا أبقوا عقلكم متفتحا. لن تكون هذه بمشكلة يا صديقي بيسبول. من وضع شرنقة عملاقة هناك؟ لا، ابتعد عن ذلك الشيء. رأيت هذا من قبل، إنه كيس فراخ فضائي. لا روبن، توقف صديقي. بيست بوي في الداخل. روبن، هيا، لم أعتد يوما هذا الشيء. بيست بوي، هذا مقرف. لا أصدق. المفضل. أوه، انظروا، إنه لا. سوف أدمر مدينة جامب سيتي. توقف مكانك يا كيلر مور. لكنه لا يشبه بيست بوي. هذا فظيع جدا. ماذا قلت؟ إذن أهكذا تقيم الأفراد؟ إنها تهم كثيرا. اسمع، نحن لا نصدق كلمة مما تقوله لنا أبدا. ولكن لطالما حكم علي الجميع بحسب مظهري. هذا ليس بالضبط ما أعجب في أننا نتقيأ. كلما نظرنا إلى بيست بوي. أنت محق روبن، جميل بالطبع، بل كلهم، لكنني سأريهم عالما يبدو الجميع فيه مثلنا. عندها لن يكون المظهر مهماً على الإطلاق. في أي حال، دعوني أعرفكم إلى اختراعي الجديد، شعاع البارتون. هذا هو الأسوأ. كيف سأستمر في العيش؟ تعرفون، انسوا الأمر، كنت سأقوم بتحويل كل من في العالم. الآن وقد أصبحنا بشعين، يجب أن نعيش في الظلمة الحالكة. يجب أن لا يرى أحد مظهرنا هذا أبدا. ألا نجعلك تشمئز؟ سأطرح عليك سؤالا سايبورغ، هل ما زلنا سنلعب معا ألعاب فيديو؟ أجل. ريفن، ستكلمينني كلما حاولت أن أغيظك؟ بالتأكيد. قل، لكنك ما زلت على حالك. لا، انظروا إلى تسريحة شعري الجديدة. اخرج من هذا المنزل.